استعملته وكتير اخذت يعني اخذت فائده عليهم يعني. بنصح كل شيء عم بيسمعني من الاخوات من اللي عم بيسمعوني يجربوا هيدا المنتج لان المنتج هيدا كتير كويس. برافو برافو، مشكورة يا جدا. دكتوره يا دكتوره مشكورة. في كان عندي اختي نادره بدها تحكي على هو المنتج اللي بيخلص بيزيد الوزن. هي زادت 3 كيلات. انا ما فيني احكي واشرح مثل ما هي ما تشرح، بس هي مع الاسف هي بمرض يعني. اكيد في المره القادمه راح تشرح. ولا يهمك ولا يهمك حبيبتي، يعني انا تكون موجودة معنا. قد ما حكيت قد ما حكيت ما لها حق للمنتج. انا قصرت كثير يعني، انا حكيت باختصار. من بعد اذنكم يا ستيف. ايوه تفضلي مدام زينب، معنا صح؟ انا بس الله اللي يعافيك. حدا يحكي عن البشره انا بعصبها. انا هذا الحكي كله ما بيعجبني بقى رح اخبرك شيء. صابونه الافوكادو من بعد اذنكم جميعا ما بتنعطى للبشر، لكل البشرات، هي مكتوب لكل البشرات، بس اجمالا ماده الصابون يعني كل شيء مضغوط مش سائل ما بينعطى للبشره الرقيقه او البشره الناشفه. مشان هيك ممنوع منعا باتا صابونه الافوكا كادو تنعطى الا للبشرات الدهنيه، لان البشره الدهنيه بتكون سميكي وفيها دهن، الصابون بفتت اوكي وبيشيل طبقه، الطبقه الجلد الرقيق ما بيتحملها، مشان هيك بترق وبتصير عرضه انها الشمس بتاخذ دبغه من الشمس. مشان هيك ممنوع للبشرات الرقيقه وممنوع للبشرات الحساسه وممنوع للبشرات اللي بتكون ضعيفه نحن بنسميها. اوكي هي نقطة، ونقطة على الـ على البيلينج اللي عم تتسبب بيل اوف ممنوع، كل شيء بيل بيلينج يعني بنقحف من البشرة، هذا ما فينا نستخدمه عشوائيا. اوكي مكتوب عليه كل يوم بس ما فينا نقول لكل يوم لكل الستات، في ستات فيها تستعمله كل يوم، في ستات مرة بالاسبوع، في ستات مرة بالشهر حسب نوع البشرة. عرفتوا كيف؟ بقى هدول الاشياء نبقى بنشرحها ان شاء الله، وما كل واحد فينا على هواه يعني الكريمات تستعمل على هوا الإنسان يعني. بقى يعطيك الف عافية. السلام عليكم. ألو. أيوة مشكورة جدا. صح مظبوط، صابونة الأفوكادو هي مكتوبة كل أنواع البشرة، ولكن أنا بنصح فيها أصحاب البشرة الدهنية. دكتورة أرى ممكن مداخلة؟ تمام مدام زبيدة. يعني مشكورة مدام زينب على المداخلة، يعني هي كانت صح. يعني لما كنت بتكلم انت ما سمعتينيش. صابون الافوكادو كيتعطى للبشره الدهنيه، يعني ملي كنت كنتكلم على الارتري فاكتور يعني كيصلح للبشره الدهنيه، ماشي البشره اللي هي جافه، لان حب الشباب او ديك الندوب اللي كتبقى مور حب الشباب الاكثريه كتجي غير البشره الدهنيه، ما كيجيش البشره يعني البشره اللي كانت جافه ما كيجيهاش ديك حب الشباب، او كتكون يعني لان كيكون الدهنيات اكثر زائده باش كيخرج ديك حب الشباب. البشره الجافه ما كيجيهاش حب الشباب بزاف، يعني انا ما اظن ما كنظنش كيجيها حب الشباب. وصابونه الافوكادو يعني كتصلح لحب الشباب يعني البشره الدهنيه، وبالخصوص ديك اللي كيعمل الارتري فاكتور يعني لازم ملي تستعمل يعني تنظف البشره بالصابون افوكادو وتستعمل الارتري فاكتور، يعني في الصباح ملي غادي تكون خارجه يعني السيده اللي غادي تكون خارجه للعمل لازم يكون معها واقي الشمس. يعني احنا هضرت ثلاثه ديال المنتوجات يعني في نفس الوقت، يعني الارتري فاكتور، صابون افوكادو، وسانسكرين. يعني من الاحسن تستعمل سانسكرين ماشي اي واقي الشمس باش كتبقى البشره محافظه على نفس الشكل، يعني ملي كتخدم لها نفس الاشياء الطبيعيه البشره كتعالج يعني بسرعه. وشكرا مدام
زينب والكوتش ومدام نشمي حسيه، وكشكك دكتوره اروى. على راسي بس نحن الفيلينج أيوة ما بينعطى على بشره فيها حبوب، ما فينا نعطي على بشره فيها حبوب الفيلينج اللي عم تتخبروا انتوا عنه. فهدول بعدين ان شاء الله بنفتحهم بالتفصيل، لانه هذا الشهر ما هو مظبوط. لا هي بتكون تشتت، هي كتكون يعني الدهون يعني الحبوب كتكون زالت وكيبقى ديك يعني النضوب، يعني بحال البشره محفره يعني تضييق المسام، المسام كيبقى ندوب. بدنا نقول ايه ندوب مش نقول حب حبوب. يعني ديك 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 الندوب مدام ديك الندوب كتكون نتيجه لحب الشباب كان وبرا، يعني ملي كيكون ديك حب الشباب وبرا كيبقاو ديك الندوب اكيد كتستعملي. ان انا الاخت الزوج ديالي كان عندها حب الشباب، كان عندها حب الشباب ومن نزل الحب الشباب يعني دوات بواحد الدواء بقى عندها الندوب، يعني ديك الندوب يعني مثل الحفر، يعني استعملت هذا من بعد اسبوع يعني بدات كي بدا كيبان لها التحسن على البشر. يلا يعطيك الف عافيه. شكرا كثير. حابب احكي نقطه بهذا الموضوع. فبالنسبه للاشخاص يلي بشرتهم دهنيه انا بعطيهم صابونه الافوكادو. بالنسبه للاشخاص يلي بشرتهم من ضمن مجموعه الشباب، في عندنا كلينزر خاص للبشره الحساسه، فهو كلينزر يومي تستخدمه للبشره الحساسه وما هي العادية والجافة. فأنا بفضل ناخذ لهم الألوهان سوب الصابون السائل، لأنه دائما بيعطيكم إحساس بالترطيب والنعومة. اللي بنقدوا أفوكادو أشخاص منهم حيعانوا من الجفاف، حيحسوا ببشرتهم جافة، فهذا إنه هي ملائمة. فبنصح الأشخاص اللي بشرتهم جافة يعتمدوا على الألوهان سوب الموجود للصابون السائل، ومزايا رائعة جدا جدا. الأشخاص خطير من هاي صابونة الأفوكادو. وبالنسبة للبشرة الحساسة فيمكن استخدامه الكلينزر اليومي، فهو مرطب و طبعا أكيد رح نستفيد جدا جدا من خبرة مدام زينب، وحتكون معنا بالمحاضرات لحتى تخبرنا. طبعا هي عندها معلومات رائعة جدا، وأكيد حتشاركنا بكل محاضرة من هاي المعلومات وتفيدنا أكثر وأكثر بخصوص هاي المنتجات. نقطة ثانية، فاستخدامه لمدة شهر حتكون خلال هاي الفترة الاستخدام الأرثي فترة وخلال هاي الفترة حتكون بشرتنا حساسة، فضروري جدا جدا انك تستخدمي معه سان سكرين او واقي الشمس من اثار الشمس، لانه حتكون بشرتنا حساسة جدا جدا. وما نكفي اكثر من شهر، وانما نوقف استخدام الأرثي فترتنا مدة شهر، ممكن نرجع نعيده بعد شهر، يعني نخلي فترة شهر بين استخدام واستخدام ممكن استخدامه، لأنه خلال وبعده فحتكون بشرتكم جدا حساسة جدا جدا. فلذلك الأرثري فاكتور فهو رائع جدا للأشخاص اللي عندهم مشاكل وآثار حب الشباب، لأنه بيعمل على ترميم وتجديد البشرة، ولكن دوما حيكون استخدام الألوان زي هاي النقطة اللي حبيت احكي لكم عنها بخصوص هاي المنتجات. وحنكون مع مدخل ويعطينا معلومات عن تجارب جربون مع المنتجات. يا ريت الشخصية اللي لنا يكتب لنا بالشات. في معنا مدام فاطمة الزهرة، في معنا مدام كوثر، بعد ما سمعنا اصواتكم في معنا مدام ليد. هل تستطيع أن تفتحي الصوت؟ أنا حابة أسمع تجربتك مع منتجات فوريفر وكيف غيرت. يا ريت لو أمكن أنك تفتحي الصوت، فيا ريت تكلمينا وتحكينا عن تجربتك. السلام عليكم. ألو. أيوة. السلام عليكم. مساء الخير دكتور. مساء النور. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. الأخت مونيا رمحة حنية من الجزائر، مجموعة رغبة مساعد مشرف مع المناجر نوال أمال.
ثوري واهلا بالمانجر نوال وكل فريق المانجر امل مانجر امل مع انا واهلا شكرا لحضرتك الله يسعدك يلا تفضل كنت تحكي على صابون الأفوكادو صح مليح للبشرة الدهنية أنا شخصيا عندي بشرة جافة استعملته هلكني والله بشرتي صارت لا تصلح لي لكن ابني استعمله كان في عنده حب خفيف يعني مو كتير صار حب مرهقة طلع فيها وعم الوجه بياض والحب زال حتى تحس انه هو ما في وجهه الو هو في ايوه سامعينك سامعيني ايوه سامعيني يعني انا ما صحت فيها انا بشرة جافة مش مليح للبشرة الجافة لكن أيوة البشرة الجافة صح روعة يعني حتى في بعض الاشخاص انه بشرتهم مو جافة يعني مثل نحكي لكن الاشخاص اللي بشرتهم جافة فممكن يعانوا من مشكلة انه يحسوا بنشفان ولكن يعني حتى لو استخدموها هي مو ضرر لا وما مو طبيعية فبتخلص الجسم من بتخلص البشرة من الجذور الحرة وبتخلصها من الشوائب الموجودة اللي بتسد لنا المسام احنا المهم نعرف ونحضر محاضرات المنتجات ونحضر تجارب الأشخاص حتى نعرف المنتجات بتناسب أشخاص وأشخاص يعني أشخاص اللي بتناسبهم الناس اللي بشرتهم حساسة هيعرفوا أوكي فلذلك أنا بركز إنكم تكونوا بالمحاضرات دوما لحتى تعرفوا هو الاشياء اللي بتخص البشره الجافه شو هي الاشياء اللي بتخص البشره الدهنيه شو هي الاشياء اللي بتخص البشره الحساسه اوكي شكرا كثير لمداخلتك واكيد اكيد فريقنا بالجزائر كوتش امال وكوتش نوال كوتش عائشه والجميع وخذي لهم اشتقنا لهم الله يعيشك النت مش في النت النت راهي مش منيحه عندي ايوه فانا عارفه انه بالجزائر عندكم مشكله الانترنت على الانترنت عندكم ونرجع نشوفكم عن جديد معنا بالمحاضرات اهلا وسهلا فيكي وانبسطنا كثير بمشاركتك عايشك يا شكرا لك طيب من التالي من اللي حيشاركنا بتجربته من بعد معنا مين 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 اهلا برقم 11 اهلا فيكي رميدا اهلا فيكي مدام نزهة اهلا فيكي مرام ليبيا عائشة عائشة في عندها مشكلة بالصوت أو يمكن أن تسمعنا يا ريت مين حابب يشارك مين حابب يشاركنا بتجربته مين يا حلوين مين ما تبخلوا علينا بتجاربكم لا وإنما خلينا هيك نتقاسم معكم التجارب ونعرف أكثر وأكثر عن استخدامات هي مجموعة خاصة فيهم أعطي نتائج هائلة جدا ونحب نحن نسمع منكم هاي الأشياء أوكي ألو دكتورة أقدر شخص لحتى يتكلم ويحكي عن تجربته خلينا نحكي عن منتج الألو إيفر شيلد الرائع جدا ديودوران أو ستيك الرجالي النسائي واللابي كل شيء للبيع فهذا المذيل العرق رائع جدا جدا والطبيعي أبداً. وكل ما شفت حدا لازم أنا حشريتي إنه روح أمسحهم في يستخدموا بهمني جداً جداً أنا صح والتوعية الصحية على فكرة أنتوا في موقع إنكم تعملوا توعية صحية فكثير أشخاص بيعتمدوا عن تجربة مشاكل وصراحة لما قرأت عن عندي منتج عن جارليك تيم وده بعد ما احكي عن الستيك فحتعطينا هاي البحث اوكي ناصرينك نحنا فاللي دراسة بالسعودية اثبتت انه 80% من السيدات المصابين بسرطان الثدي كان السبب هو
يعني يا لي حجم الفاجعة إنه وزير عرف واحد يودي بحياة 80% من السيدات. فهون نحن بدورنا لازم لا للأشياء الكيماوي، لا لكل شيء بدورنا، ولازم نتجه للشيء الطبيعي ونوجه الأشخاص، مو فقط نحن لا، وأنا معي الشركة لنا ولغيرنا، نحن نتمتع بحياة صحية وناس ثانيين كمان حيتمتعوا بحياة صحية. هاي الألوي برشيد أهم شيء أنكم تعرفوا إنه مركب من شمع النحل والصبار، قوي جدا كمضاد بكتيري ومضاد فطري ومغذي ومرطب وإضافي لشمع العسل. أنا اللي بهمني جدا جدا بهذا الموضوع أنكم تعرفوا إنه هذا أملاح الألمنيوم. كثير أشخاص ما عندهم ثقافة إنه شو ضرر أملاح الألمنيوم بالنسبة لنا. أملاح وللأسف موجودة في أغلب مزيلات العرق المطروحة بالأسواق، وحتى إن كانت ماركة من فرنسا لأختي كان فيها مجموعة فطورات ومن ضمنه الديدورا، وللأسف أخذت قرأت التركة ما فيك تستخدمين لا لأنه فيه أملاح الألمنيوم. فضروري أنكم لما تيجوا تروحوا على أي مكان تجيبوا ديدورا فلازم نقرأ الكون هل موجود فيه أملاح الألمنيوم أو لا. فالحمد لله رب العالمين هذا المنتج خالي من أملاح الألمنيوم. طيب أملاح الألمنيوم هي اللي عم تحكينا عنها شو بتعمل؟ بتذكر إن المسامات يلي بتتنفس منها بشرتنا وخاصة تحت الأبط، فسكرت إن المسامات سببت لنا تراكمات على الجلد، محتاجة طالعة لبرا نحط الجوا بجلدنا، بدت أوسخ تحت الجلد، فحتبدأ أول شيء بالالتهابات، بعد الالتهابات حتتطور إلا أن تزيد الألم الموجودة بالجسم ومسبب سرطان الثدي. فنحن فينا نحمي حالنا من هاي المشاكل باستخدام مزيل عرق صحي. لو بالموضوع نكون كمان تعرفوا أنه خالي من الكحول فممكن استخدامه بعد الحلاقة مباشرة، واستخدامه الثاني أنه اللونها غامق وخاصة تحت الأبط معروف إنه ممكن تكون مغاير للون الجلد، فاستخدامه المتكرر يعني لو استخدمته فحتاخذ نتيجة هائلة ويعمل تقشير، حتلاحظوا إنه في له تأثير مقشر ويصير في تغير باللون في تفتيح لون البشرة، وكثير سيدات أخذوه من عندي ولاحظوا الفرق صراحة، وأنا طبعا جربته على حالي. هو اللي كان هو الشيك ديدوران فهو رائع جدا جدا. طيب هو بيخليكم تتعرفوا لانه حكينا ما بيسكر المسامات ولا رائحة عرق. طيب بول توقفوا شوي، في اشخاص استخدمته رح تحكي لي انا استخدمته ولكن صارت تطلع لي ريحة عرق. طيب اوكي، السبب انكم يا سيداتي والاعزاء انه كنتوا تستخدموا اشياء كيماوية وحبس كل هاي السموم تحت الجلد، فلما جيتوا تستخدموا شيء طبيعي فبدت هاي السموم تطلع، السموم عم تطلع منها رائحة ولكن ما هذا المنتج تقولوا لا هذا المنتج عم يطلع لي ريحة أو شيء وإنما واظبوا عليه. فكنتوا تستخدموا 3 مرات في اليوم، استخدموا 4 مرات في اليوم وواظبوا، فترة بعد فترة جسمكم حيتعود عليه وتتخلصوا من هاي السموم وتنعموا بحياة حلوة. وواحدة من زبوناتي الآن بتذكرها، فأنا لما بشرح يحكتني ألو دكتورة عم يصير عندي مشاكل حكي وعم يصير عندي شوية رائحة عرق، انت حكيتي لي المنتج هيك، فشرحت لها شو القصة السموم وهيك وهيك وواضبة عليه وسمعت كلمتي واضبت عليه، زودت المرات اللي كانت تستخدم فيه وخلال لا شو رائعة، أخذت بدل 1-2، قلت لها أيوة حلو، قالت لا هيك صار تمام، قلت لها حلو معناته نظفنا بشرتنا السموم اللي كانت موجودة وهلأتين بدت حياة طبيعية، وكمان ما بيسبب أثر على الملابس يعني ما بيكون إعلانات، وحكينا خالي من أملاح الألمنيوم واستخداماته متعددة مو فقط للتحت الأبط
الشخص اللي بيعاني من رائحة قدمين كريهة، أنصحكم تستخدموا هذا المنتج، تستخدموا على رجلين قبل التجوال قدمين كريهة، ومتعدد الاستخدامات، يعني بما أنه فيه الصبار فهو ملطف ومهدئ للبشرة. بعد هذا كان حكينا عن ألو إيفرشيل. هنشوف الشات. فبعتنا علي عيسى، سمعت معجون، سمعت معجون غير طبيعي يسبب سرطان، ممكن المعلومة أو أكثر، يعني أنا ما فهمتها، معجون غير طبيعي. في معجون، يعني المعاجين الأسنان الموجودة المطروحة حاليا في الأسواق، ف أحكي لكم عن منتجنا معجون الأسنان، الفرق بين المعاجين الأسنان الأخرى، هحكي لكم عن الفرق. طيب، واحد على البشرة يضرها، استعمل ستيك كذلك الخشونة، حلو، أي صح، الخشونة أسفل القدمين، يعني اللي عندهم أسفل رجلي رائع، أيوة. دورة، إذا استعملنا الأكتيفات الوحدة على البشرة يضرها، من رقم 19، يريد الاكتيفاتور لشو استخدامه؟ انت حتعرفي حالك اول شيء لشو بدي اعرف لشو بدي استخدم الاكتيفاتور لحاله. قصدك الالو اكتيفاتور البشره؟ طيب شو السبب انك انت حتستخدمي؟ ما فهمت، يا ريت تكتبي لنا بالشات. هلا حنعطي الدور لكوتش مستخدمين، يعني ننوع بدال المنتجات وهيك، خلينا نحكي شوي عن التغذيه. الكوتش الصوت الكتروني بانتظار، ايوه بانتظار استاذ علي يوضحنا سؤاله اكثر، ورقم 19 يوضحنا سؤاله اكثر. نعم دكتور، راح احكي عن الجارليك تيم، يعني منتج ثوم والزعتر رقم 65. يعني هي لازم تدونوها عن ايه دم رميساء، انه كمان الستيك يعني شاخ ولا حلو جدا المعلومه. لما تكون الاختتامية معك، يعني تكون معك الجارليك وعن مشكلة بالنت. ألو، أظن زبيدة تحكي. أيوة أستاذ علي، طبعاً أشيل أسنان يعني يستعمل ستيك يشد الصدر مع الفيرست، يستعمل فيرست أولاً ثم ستيك. ألو سامعينك. شو حكيتي؟ ما نجلنا والو. لا ما صحني، لا حكيت لا تفيد من الستيك، يستعمل الفرس مع الستيك يستعمل الصدر لفيدات المرضعات، يعني اللي لها خلصة رضاعة ولا خلصة تستعمل يستعمل الصدر. حقيقة أقل عاملة كتمان لأنه الصوت خشخشة. نعم عاملة كتمان. ايه كان بعتي شوي باش نسمعك، يعني يستعمل الستيك، يستعمل فرست اولا ما يرش على الصدر، ثم لما ينشف يستعمل الستيك لشد الصدر. ما شاء الله، من بين مزايا الستيك. ايه شكرا على المعلومة. العفو. ايه سلمك. راح نحكي لكم عن منتج الثوم والزعتر جارليك تيم. يعني في الوقت الحالي نلاحظ انه يعني اغلب وجباتنا اصبحت سريعه بسبب يعني سرعه الحياه ككل، نظام الحياه ككل. فشيء الملاحظ انه قد يؤثر يعني الغذاء الغير متوازن والسرعه في تناول الوجبات والافراط فيها، يعني راح يدير تاثير على راحه وسلامه الجهاز الهضمي. فلذلك يعني فوريفر اختارت لنا مستخلص لمزيج من نبتتين يعني معروف دورهما في راحة الجهاز الهضمي، هما الثوم والزعتر.
يعني المنتج هذا مكون من الثوم والزعتر، يتكون من 3% من مستخلص الثوم و 15.4% من بودرة أوراق الزعتر وكمية من الصوجة. يعني لو نحكي عن فوائد الثوم، يعني عنده عناصر داخلية تدخل في تركيبة المنتج هذا. الثوم يعتبر نبتة مركبة مكونة من مادة الأليسين. عند قطع أو سحق الثوم تتفاعل الأليسين مع خامرة الأليناز المنتجة للأليسين والمتواجدة أيضا في الثوم، وهذا ما يعطي الثوم رائحة مميزة حادة. يعني مادة الإليسين هذه الموجودة في الثوم تعتبر عنصر مقاوم للبكتيريا، يدخل في مجرى الدم ويطهر الرئتين والأمعاء وينقي البشرة. الأجوين في الثوم هو عنصر مضاد لتخثر الدم، والليستين في مادة الثوم يساعد على إزالة الدهون المخزنة، يعني يساعد في الدهون المخزنة هذه اللي تسبب الكوليسترول، فيحول هذه الدهون المخزنة يحولها إلى طاقة، يحول يعني يقضي على يساعد في التخلص من الكوليسترول ويحول الدهون إلى طاقة. يحتوي كذلك الثوم على مركبات سلفور المضادة للفطريات، يعني يجعلها علاجا لمختلف المشاكل الصحية بما فيها الإنفلونزا. ثانيا احنا تكلمنا على الثوم، نتكلم على المستخلص الثاني اللي يدخل في المنتج وهو الزعتر. الزعتر يحتوي على حمض التونيك يعني حمض وحمض الكربوليك والثيمول يعني زيت الزعتر. هذه المكونات تعمل كمضاد كذلك للبكتيريا والفطريات. من خصائص الزعتر كذلك انه يساعد في معالجة النزلة الرئوية وفي تهدئة الجهاز الهضمي. من خصائص منتج ثوم الزعتر يؤمن راحة للجهاز الهضمي ويعزز المناعة ويعزز الدهون إلى طاقة، وكذلك يعتبر مزيل طبيعي للاحتقان. عنده فوائد إيجابية في حالات الزكام والإنفلونزا والتهاب الصدر والجيوب الأنفية. يفيد كذلك في إزالة تأثيرات وعوارض العلاج الكيميائي والمداوات بالأشعة. من خصائص كذلك هذا المنتج يساعد في معالجة مشاكل انقطاع الطمث وحمى القش وحمى القلاع. كذلك من الفوائد نتاعه مصدر هام للبروتين ومضاد طبيعي ضد الاكتئاب. يعني للحصول على صحة جيدة وقوة قاتلة للبكتيريا يعتبر منظف ومنشط طبيعي. هي كبسولة تحتوي على 100 قرص من الهلام اللين رقم الصنف 65، وطريقة الاستعمال تستعمل قرص واحد مع كل وجبة 3 مرات في اليوم. بالنسبة للمجموعات العلاجية التي يعني يدخل هذا المستحضر في استعمالاتها، يستعمل في مجموعة ليفاريس وهي يعني الأوردة هذه اللي تكون في الأرجل. كذلك يستعمل في مجموعة إزالة حب الشباب من الوجه. يستعمل في باقس الأمعاء اللي عنده مشكلة في الأمعاء. يستعمل كذلك في مجموعة الإقلاع عن التدخين، ويستعمل في مجموعة الربو اللي عندهم مشاكل ربو، وكذلك اللي عندهم جرثوم في الفم أو مشكل في الأسنان. يستعمل كذلك في مجموعة تليف الكبد، كذلك في التهاب المثانة، كذلك يستعمل في حالات التهاب الأذن وفي آلام الظهر والعضلات. نتمنى إن شاء الله كنت ألميت يعني ببعض المعلومات اللي إن شاء الله تكون أفادتكم، وشكرا لاستماعكم. مشكورة جدا كوتش على المعلومات جدا شكرا جدا. السلام عليكم دكتورة. السلام عليكم دكتورة. وعليكم معلش النت عندي ضعيف شوي. أنا بعزز كلام الكوتش مسعودة بشهادتي. أنا هذا المنتج. السلام عليكم. معك دكتورة. سامعيني؟ أيوة معك. أنا بعزز شهادتي الشخصية لكلام الكوتش مسعودة. أنا هذا المنتج سبب
أني مارس حياتي الشخصية بشكل عادي. كنت مصابة بمرض الربو، والحمد لله بفضل هذا المنتج توم وزعتر والكود كور ديال جال عصير الصبار، ما شاء الله ما شاء الله. حلو، برافو، شكرا على شكرا على شهادتك. العفو حبيبتي، العفو حبيبتي، الله يعطيك الصحه والعافيه ان شاء الله. يا رب. ممكن لو سمحت الأخت مسعودة، قلت التسوس الأسنان، ليش نمدو تسوس الأسنان؟ عندي حالة طفل صغير في عمره 4 سنين، أسنانه الأمامية سوداء. راح أفيدك إن شاء الله، راح أكتب في التشات عن مجموعة الأسنان إن شاء الله. ربي يحفظك. الله يسلمك، شكرا. الطفل عمره 4 سنوات لو سمحت. باستشارة الأستاذ طبعا. أكيد. عايش. السلام عليكم. حاضرة، تفضلوا. في صوت هذا، مين تفضلوا؟ مين معنا؟ السلام عليكم أم علي. وعليكم السلام أم علي، تعرفينا بحالك؟ من وين ومع مين؟ من الجزائر. أسمي سعود. نعم، أنا عضوة يعني في مشتركة في فوريفور. أهلا وسهلا في عزيزتي، حضرتك مع مين مسجلة؟ مع أسماء وجودي. مع أسماء، أوكي، أهلا وسهلا فيكي وفيهن. أهلا وسهلا فيكي، تفضلي. حبيت نعرف هذا المنتوجات، يعني الناس يسموني فيهم عليا، هما قالوا لي بالاسبوع صح منها وكامل، حبيت ندي معلومه ما عندك باش كي نبيع براحتي، يعني ننشر معلومات على منتجة فوريفور، يعني تكون مطمنه من كل النواحي. صوتك هادي، ممكن ترفعي صوتك شوي حتى نسمعك اكثر؟ اوكي. قلت لك المنتوجات في دكتور. اوكي. ايوه تفضلي. مرحبا، اهلا فيكي. ايه منتجات هاي اللي انت تبع فوريفور؟ ايه. اوكي. حبيت نعرف اسمه، يعني مضمونه، لانه في عفوا على السؤال، انه في نسوان بدهم يشتروا منتجات. طيب. خير في منهم. ايه. اوكي. طيب رح بحكي لك شيء. اول شيء، انت يمكن دخلتي معنا متاخره، فما سمعتي تجارب الأطفال يلي كانوا بيعانوا من مشاكل وتخلصوا منها بفضل رب العالمين. أولاً وقبل كل شيء، إنك منتجاتنا مو أدوية، نحن مو شركة أدوية، لا، وإنما نحن شركة من ضمنها مكملات غذائية بتحسن حياتنا، بفضل إنه هاي المنتجات جودتها عالية جداً وطبيعية. الأشخاص اللي عندهم مشاكل صحية، هذا نمبر 1، إنه المنتجات طبيعية وليست أدوية، وإنما هي مكملات غذائية. المنتجات هي حاصلة على شهادات ترخيص من وزارات الصحة بكل البلدان الموجودة فيها، وشركة المنتجات حول العالم يعني حاصلة على أكثر من 160 شهادة صحية لهذه المنتجات. هذا نمبر 2. رقم 3، تسمعي شهادات الأشخاص اللي أخذوا هاي المنتجات وتحسنت صحتهم، وحيكون يعني نحن ما بنقنع الناس إنها تأخذ المنتجات، وإنما نحن عم ننصحهم تكون حياتهم أفضل باستخدام هاي المنتجات. في أشخاص اللي عندهم مشاكل صحية، فأنا اللي بفضله إنكم أنتم ما نكون أطباء، ولا أنا ماني مختصة بهاي مشاكل باطنية أو مشاكل قلب أو شيء اللي أوصف له من هاي المنتجات علاج إله، لا، وإنما بحكي لكم إنه هاي المنتجات أخذها لدكتوره، مثلا يأخذ هذا المنتج اللي هو بدي يستخدمه، مثلا عندنا الانتشاف للربو، مدام نزهم شوي شركتنا سوت منتجات طبعا باستشارة طبيبها، وصرح لها إنها تأخذ هاي المنتجات. فالخطوة الأولى بالنسبة للأشخاص اللي بيعانوا من أمراض، منتجات هي طبيعية ونحن مضمونين وواقفين منها، ولكن الأشخاص اللي مش صحية فنحن
اكيد حكيتي عن الاشخاص. لذلك لما انت حتقولي للزبون اللي عندك خذ هذا المنتج وديه لدكتوره واساله هل ممكن انا أفضل، فهون اول شيء الزبون حيحس انك انت خايفه على صحته. ثاني شيء الدكتور لما يشوف حالته الصحيه ويشوف المنتج الطبيعي يعني بيقرر ان كان حيستخدمها او لا. هاي الاشكال الثلاثه ان شاء الله بتكون اجابتي افادتك ان شاء الله يا رب. فتتني دكتوره، بس انا من قبل المناجير امال ومشرفة جهاد. اهلا وسهلا فيكي. اهلا وسهلا فيكي، شرفت بحضورك استاذه طيبه، بارك الله فيك على المعلومات. ربي يجزيك خيرا. الله يكرمك يا رب وموفقه وشكرا. ربي يحفظك دكتوره. شكرا. تسلمي يا دكتوره اروى. دكتوره اروى لو سمحتي، لو سمحتي يعني قبيله ما سمعتش الكوتش مسعوده مشى لي الصوت، وكنت بغيت نشكرك بزاف لان كنت كنتسنى الاجابه على ديك على ستيك يعني على مزيل العرق، لان شحال الناس خداوه من عندي وكيقولوا لي راه كيدير لنا رائحه العرق. يعني كان كنت كنتسنى يعني الجواب شنو غادي نقول لهم. كنقول لهم لا ما يمكنش يديرها لكم غير استعملوه، وانا يعني استفدت من المعلومه اللي قلتي بان يعني مزيل العرق الكيماويين اللي كانوا كيستعملوه وهما السبب في ديك الرائحه اللي كانت كتخرج. وشكرا حتى الاخت اللي دخلت اللي قالت لك بالنسبه لشد الصدر يعني نستعملوا السرفت وعاد مزيل العرق. وكنشكرك لان عندي مشكل ديال الخشونه ديال الارجل، يعني كنظن بسبب يعني العمل ديالي كيكون فيه الوقوف بزاف. يعني غادي نضطر بانني خصني ناخذ حتى يعني ان شاء الله نستعمله. وكنشكرك بغيت نشكرك يعني بزاف على المعلومه اللي عطيتيني دكتوره اروى. شكرا بزاف. العفو العفو. وشكرا لكم لمشاركتكم يعني ومشاركه. نحب اكثر شيء انه نشارك تجاربنا اكثر مما يكون سرد عن شرح عن المنتج. لما يكون فيه نحكي شيء علمي وشخصة هيك بيكون نحس انه يعني مرينة اكثر، نحس انه مو انتو جديد اكبر ودرس وحاضرة وهيك وفقط ناخد ونعطيهم مع بعض. اوكي شكرا كثير لكم، شكرا لمداخلاتكم معنا، واكيد اكيد متحمسين حتى نجوم ان شاء الله يا رب على نفس التوقيت للمنتجات. فبتمنى من كل شخص ما شاركنا اليوم يحضر لنا المنتجات. حان الوقت الآن إنه يجرب هاي المنتجات ويستخدم فوائدها الصحية. فبنصح الأشخاص عن المنتجات حتى تحكونا عن تجربتكم، والأشخاص اللي ما شاركونا اليوم إن شاء الله الأسبوع الجاي حتى يكونا، والأشخاص اللي شاركونا اليوم مسؤولين إذن نسمع شهاداتكم أكثر وأكثر عن منتجات جديدة. هيك نكون وصلنا اليوم لنهاية محاضرتنا. كنت مبسوطة مع الله يسلمك عندنا المعلومات والفوائد الحمد لله رب العالمين. وبقول لكم تصبحوا على خير، ولو عندكم اي سؤال غطي يا بك. اهلا في مدام رميتا من منى و شكرا لحضوركم معنا. شكرا جميعا. في سؤال ان شاء الله اكيد ان شاء الله المرة الجاي حتشاركينا مدام سعدية. اوكي رح بسمع اوكي انت كنت حابة تسمعي عن مجموعة التنحيط المصغرة. طيب ممكن بدي اعرف فقط شو هي قصة شو هي مجموعة التنحيط المصغرة، شو هي الموجودة عندكم بظن انت موجودة في الجزائر صح؟ تمام موجودة في الجزائر. طيب شو هي المجموعة الصغيرة؟ ألو برجل أوكي عبوتين أعطي الصباح. طيب
شاهين صبار، رويال جيلي، شاي البراعم صبار، والثوم والزعتر. اه لا هي بالنسبة لفريق الأسنان. بالنسبة لفريق الأسنان أيوة جيلي صبار ورويال جيلي وشاي براعم صبار. يعني من فريق الأسنان يعني مثل ما نحكي بيطلعوا أصوات صوت الأسنان. أنا ضروري جدا جدا في مشكلة التسوس بدون غير طريق الأسنان، التسوس الأسنان فضروري طبعا المعجون، وممكن يستخدموا معه طبعا بعد استشارة المختصين اللي مجربين هاي المدني بهذا الخصوص أكثر إمكان فيهم يستخدموا الأكتيفاتر. أوكي ولكن معجون الأسنان بنصح معجون الأسنان بس. عفوا دكتورة معجون الأسنان فقط في المجموعة كنت تحكي على مجموعة تحت صوت أسنان الأطفال مجموعة معجون الأسنان فقط جل دونتير فقط فقط معجون الأسنان للأسف أنا عم بحكي معجون الأسنان الأول أشخاص يلي أسنانهم ما في مشكلة يستخدمه فهو رائع جدا جدا. بالنسبة لمجموعة تسوس الأسنان فحنشوف لكم أكثر ما تتقطع دكتورة كل حال على كل حال إن شاء الله يا رب المحاضرة رجال أوسع أوسع لنحكي عن مشاكل الأسنان خصوصا نحكي عن معجون الأسنان واستخداماته خصوصا الأسنان راح تشوفوا معلومات حلوة ومدام تعزية حتستخدمي مجموعة التخصيص اللي لأنك ما كتبتي في المجموعة كاملة والله ما سمعت مجموعة تسوس الأسنان للأطفال تنفع بخورة طبعا معجون الأسنان كان المعجون ألوبرايت جل هو كل مناسب معجون الأسنان أوكي ولكن شو قصدك بالمجموعة الأسنان شو من المنتجات اللي يعني حتى أعرف شو قصدك بالمجموعة الأسنان قصدي هل يعني غير المعجون فقط استعمل المعجون فقط يعني ما فيش حاجة منتج آخر قصدك إنه ما حي أنا أقول لك إنه معجون الأسنان بيفيد من الأشخاص اللي عندهم مشاكل واللي ما عندهم مشاكل والأشخاص اللي عندهم مشاكل تسوس الأسنان رح نشوف لكم المعجون وخلينا نقدمها لكم إن شاء الله يا رب والمحاضرة الجاي حيكون توسع أكثر لأنه دهمنا الوقت صرنا صراحة الوقت متأخر يعني المحاضرة اللي ممكن العفو حبيبي العفو شكرا شكرا مدام نزهة شكرا مدام كوكب شكرا مدام سعدية شكرا لكل شاركونا تجاربهم شكرا لكل اللي حضروا معنا شكرا للمميزين دوما 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 فأنتوا المستفيدين طبعا وشكرنا لكبير جدا جدا في نهاية المحاضرة للأبو المانجر فريق ناجم الاي اسوسيا مدني العروسي وبفضل رب العالمين وصلنا لهذه المعلومات وصلنا مع نهاية المحاضرة منقول لكم صباح الخير ومنقول لعجابنا تصبح خير ونلاقيكم إن شاء الله بمحاضرة إلى اللقاء. العفو أهلا فيكم مدام كوثر ونحن أكيد استفدنا من معلوماتكم شكرا لكم شكرا للجميع.